بهذا الهدف أعلن نفسه سوبرمان جديد في اتحاد جدة. لم يكن هذا أول إنجازات الأسمر الصغير القصير فهد المولد ذو 18 عاما المولود في أزقة جدة القديمة وتحديداً في منطقة العزيزية يوم 14 من سبتمبر عام 94. فهد المولد علاقته مع الكرة بدأت حينما كان بعمر هؤلاء قبل أن يدخل السن العاشرة. لم يطل الركض على التراب حتى انتقل إلى الملاعب المزروعة مع براعم الاتحاد. ماذا يقول عنه أهالي حيه القديم؟ العائلة والد فهد مساعد كان في الكندرة نقل العزيزية، فهد ولد هنا في نفس الحي هنا عندنا، حتى برضه سعود سعود أخوه كبير طبعا مصلح، فهد اسمه وليد هنا، البقية مع الكندرة تقريبا العزيزية هنا عندنا. والله فهد يعني مواليد الحارة، وأبوه أصلا كان من الكندرة وجو سكنوا هنا عندنا، وتقريبا جلسوا يلقبون أبوه أبو الشباري، يعني في بيت أبو الشباري يعني، وتقريبا لهم 20 سنة، وفهد وأخوه سعود ومصلح، وبعد كده نقلوا من عندنا من الحارة نقلوا من هنا. أخوي بالرضاعة، أخوي بالرضاعة، هو رضع من أمي، أيوه رضا من أمي لما أمه كانت تعبانة ويا رضا من أمي. كيف تشوف علاقتك الآن به؟ كنت تتوقع أنه يصير لاعب ومشهور وينقذ الاتحاد وجمهور الاتحاد في مباراة صعبة أمام غوانزو الصيني؟ من صغره يحب الكورة، وأكيد ما دام من صغره محافظ على نفسه يحب الكورة مع النادي، من صغره من الفئات السنية براعم وناشئين وشباب، أكيد إن شاء الله يطلع لاعب. والله من قبل لا يولد فهد طبعا، احنا جيران هنا ما شاء الله عيني عليه بارد، الله يوفقه يعني ملتزم الولد واهله ما شاء الله الصلاه على النبي ما عليهم خلاف. قاهر غوانغكو الصيني بملايينها ونجومها تدرج من براعم العميد وصولا الى الفريق الاول، اوصى بالتوقيع معه كندا مدرب الفريق، وتم ذلك مطلع الموسم بعقد احترافي لخمسه مواسم، وكان بحجم الثقة. في الدوري سجل هدفين، الأول منح فريقه التعادل في لقاء الرائد، والثاني كان هدفا ثانيا في لقاء الاتفاق. مشاركات المولد الدولية رأت النور مع الأخضر بدءا من ناشئ السعودية، وغادر مع منتخب الشباب تحت 19 عاما إلى مونديال كولومبيا. هناك سجل هدفاً في مرمى كرواتيا، حقق مع الأخضر الشاب سبتمبر الماضي بطولة الخليج الأولمبية في الدوحة. المولد تنتظره مشاركة وطنية مع منتخب بلاده للشباب في كأس آسيا نوفمبر المقبل في الإمارات، ليكمل مسيرة مشاركات لا تنتهي، طمعاً بالمزيد من مهارة هذا الهداف القادم بقوة الريح.